اهلا بيكم حبايبي الغاليين متابعين قناه لايفز اوف دوجز، بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده حلقتنا حلقه كتير جدا بيسال عنها، كتير جدا بيبقى عايز يعرف ازاي يدرب الكلب بتاعه على الشراسه. تعالوا نشوف ازاي تدرب كلبك على الشراسه من عمر 45 يوم لحد عمر سنه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بداية أول ما بتجيب الكلب عندك البيت وهو لسه جرو عمره 45 يوم، لازم إن أنت تقوي شخصية الكلب وكمان تشجعه على الأصوات العالية والضجيج، لأن الأصوات العالية والضجيج والدوشة الحاجات دي بترفع من تركيز الكلب بنسبة كبيرة جدا، وكمان بتقوي شخصيته بشكل كبير جدا. من هنا لو دققنا للصورة اللي احنا شايفينها دي هنلاقيها عبارة عن زجاجة، والزجاج ده محطوط جواه قطع من الحجارة وبيبدأ تشخشخ للكلاب ب الزجاج زي ما احنا شايفين كده، وفي كمان اللي لونه برتقاني في احمر ده عبارة عن كنزات، والكنزات دي برضو جواها قطع من الحجارة وبتصدر اصوات دوشة، والدوشة دي هي اللي بتعمل الضوضاء للجراوي دي علشان الكلب يبقى مبني شخصيته على الاصوات العالية والازعاج، ويبقى الكلب بالنسبة له الحاجات دي كلها مش بتلفت انتباهه اثناء التدريب على الطاعة او حتى على الشراسة. يبقى من هنا اول خطوة هتبدأ بيها ان انت هتجيب زجاج بلاستيك او حتى ازاز زي ما احنا شايفين كده، وكنزات، وتعمل الحاجات اللي انت شايفها موجودة قدامك حاليا في الفيديو. دي اول خطوة هتبدأ بيها مع جرو عندك عمره 45 يوم. بعد كده هتنتقل من الخطوة دي لخطوة تانية خالص، المرحلة التانية. المرحلة التانية بيكون فيها الكلب عمره وصل شهرين ونص، وفيها بتبدأ ان انت تعوده على العضاضة او حاجة اسمها الطج. هتبدأ ان انت تجيب حبل وتربط العضاضة او الطج، وتبدأ ان انت تحركها قدام الكلب كتشويق له زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، مش هتديها له مباشرة. بعد كده هتبدأ ان انت تديها للكلب لما تحس ان هو عنده حماس انه يمسك فيها. زي ما احنا شايفين ما ينفعش ان انت تشد مع الكلب في العمر ده لانه بيكون سنانه ضعيفة، وغير كده لو اتأذى من العضة ممكن يخاف ان هو يمسك فيها مرة تانية. في الحالة دي لازم تحافظ على شخصية الكلب وتكون معاه هين في التدريب ده علشان هو بيكون لسه صغير ومش هيستحمل شدتك، وتبدأ ان انت تشجع الكلب انه يمسك فيه العضاضة بشكل قوي. المرحلة الثالثة وبيكون الكلب عمره وصل فيها 4 شهور. في الوقت ده بيكون عضة الكلب جامدة، وكمان هتلاقيه بيمسك فيه الطج اكتر. في المرحلة دي هتبدأ ان انت تحفز الكلب على انه يمسك اكتر في الطج، وده بانك بتشد معاه اكتر شوية من عمره، هو عنده 2.5 شهر زي ما احنا شايفين كده بالظبط. المرحلة الرابعة وبيكون الكلب وصل فيها عمره 5 شهور، في الوقت ده تقدر ان انت تدرب الكلب بتاعك على الهجوم بالامر. وهنا بتنقل الكلب من مرحلة العضاضة لمرحلة ان هو يعض في شخص، طبعا بيكون لابس لبس زي ما احنا شايفين كده، لبس واقي للعض، وبيبدأ ان هو يهاجم الكلب وبيعمل له ضوضاء ووش اللي الكلب اتعود عليه وهو في عمر 45 يوم. ومن هنا هتبقى انت محتاج مساعد معاك لو عايز الكلب يتدرب بالطريقة دي او بشكل محترف او بشكل احترافي. وصل الكلب لعمر 8 شهور زي ما احنا شايفين، ولسه الضوضاء ماشي معاه برضو اثناء التدريب. ده كله ليه؟ علشان الكلب يفضل شخصيته قوية وما يخافش وما يقلقش من اي صوت عالي وقت الهجوم. وطبعا انت لازم تستخدم الطريقة بنفس الشكل زي ما احنا شايفين علشان ان انت توصل الكلب بتاعك لنفس الدرجة دي. نيجي للمرحلة الاخيرة واللي بيكون الكلب وصل عمره فيها سنة، وفي الوقت ده ما ينفعش ان انت تهزر معاه باي شكل ان كان خلاص، لان شخصيته بتبقى قوية جدا، وغير كده الكلب بيكون شرس قوي، ولو هزرت معاه وانت مش واخد بالك هيعضك زي ما هنشوف دلوقتي كده. وده بيكون التدريب الاخير للكلب بالنسبة لحلقتنا النهاردة، لكن التدريبات مع الكلاب ما بتنتهيش، ودايما تدرب الكلب بتاعك باستمرار علشان تحافظ على مستواه وعلى لياقته البدنية. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس، وتشترك في القناة لو مش مشترك فيها،
ولو حتى انت مشترك فيها ومش بيوصل لك اشعارات، الغي اشتراكك وسجل اشتراكك مرة تانية وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد على القناة. واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.